العظيم
ينتصر زي رب المجد زي القديسين والشهداء. ننسى نفسنا عن محبة المسيح يشد أبيض جوا عضو خطب سيف موت حياة لا قوات حاضرة ولا مستقبلة تستطيع أن تفصلنا عن محبة المسيح يسوع. تمسكوا بوصية ربنا بكلمة ربنا. خلي بالك إن إبليس بيحاول لو أمكن أن يضل المختارين أيضا. إبليس محاولاته غبية وصعبة، لكن إن كان الله معنا من علينا؟ هو يستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. شفنا إزاي إن كلمة الله حية وفعالة وأنا ما بكونش زي حالين. لي كل يوم كده ليك آيات في الكتاب المقدس، تقرا صح تقرا أكثر تقرا أقل، بس تقرا وتعيش وتحفظ وتردد. في الناس اللي بتنتصر، في الناس اللي بتنهزم زي العيد المقدار اللي سبق. اللي ينتصر هيتم فيه قول رب